السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة ومدار جامعة الضفاعة، راح نستكمل اليوم يا طلاب الأدبي درس مجموعة متسلسلة هندسية غير منتهية. الحصة الماضية كانت عن مجموعة متسلسلة هندسية المنتهية. مراجعة سريعة: المتتالية عندي متتالية حسابية وهندسية. المتسلسلة ربطنا المتتالية بالمتسلسلة، كل متتالية مربوطة بمتسلسلة والعكس. المتسلسلة نوعين: متسلسلة حسابية ومتسلسلة هندسية. والهندسية نوعين اللي هي هندسية منتهية وهندسية غير منتهية. درسنا اليوم خلينا ناخذ تمهيدي له حتى نصل للقاعدة اللي بدنا إياها. مجموع أول نون حد من المتسلسلة الهندسية التي حدها الأول ألف وأساسها را هو جيم النون يساوي ألف راء النون ناقص واحد على راء ناقص واحد راء لا تساوي واحد. خدناها الحصة الماضية يا أدبي إنه هاي عبارة عن مجموع متسلسلة هندسية منتهية لكن أساسها لا يساوي واحد. ولكن هل يمكن إيجاد متسلسلة هندسية غير منتهية؟ ادرس عندي متسلسلتين أولى والثانية. الأولى واحد نص ربع ثمن سدس واحد على 16 وهكذا. الثانية واحد على 48 واحد على 24 واحد على 12 واحد على 6 وهكذا. عندي متسلسلتين، ركز شوي لاحظ معي. بنلاحظ أن المتسلسلة الأولى هي غير منتهية، حدها الأول ألف وأساسها راء يساوي نص. كيف وجدنا الأساس يا أدبي؟ نص على واحد، ربع على نص، واحد على ثمانية على واحد على أربعة، واحد على 16 على واحد على ثمانية. صار عندي الأساس نص. نحكي الأساس هو راء محصور بين العددين سالب واحد والواحد، فكلما زادت قيمة نون تناقصت قيمة راء النون. راء اللي هو أساس هو نون، نون رتبة الحد، بحيث تصبح قريبة من العدد صفر. وهذا يعني أن مجموع حدود هذه المتسلسلة الهندسية غير المنتهية جيم اللي ما لا نهاية يعني غير منتهية يقترب من القيمة ألف على واحد ناقص ر. لو أخذنا نفس المتسلسلة، أخذت الحد الأول عوضت هون، ألف عندي واحد والأساس ر، واحد على واحد ناقص نص وتساوي واحد على نص وتساوي اثنين. مجموع المتسلسلة الهندسية غير منتهية واحد، وجدنا مجموعها بتطبيق هاي القاعدة صار عندي اثنين. أما إذا لاحظنا المتسلسلة الثانية بنلاحظ إنه عندي حدها الأول واحد على 48، أساسها اثنين، أساسها مش محصور بين السالب واحد والواحد، وأنه كلما زادت قيمة نون زادت قيمة راء النون، وأن مجموع هذه المتسلسلة الهندسية غير المنتهية بنلاحظ إنه يقترب من ما لا نهاية، يقترب من ما لا نهاية. فإذا كانت راء أكبر من الواحد ومش محصورة بين سالب والواحد صعب إني أجد مجموع المتسلسلة الهندسية. توصل لقاعدة إنه مجموع متسلسلة هندسية غير منتهية حدها الأول ألف وأساسها راء، بحيث أن راء الأساس محصور بين سالب واحد والواحد، إنه جيم مجموع هو عبارة عن ألف على واحد ناقص راء، ألف الحد الأول وراء عندي الأساس، بشرط أن يكون الأساس محصور بين السالب واحد وواحد. أما إذا كان مطلق راء أكبر أو يساوي واحد، فإنه يتعذر إيجاد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية اللي هي قبل قليل كمتسلسلة الثانية. نأخذ المثال الأول، جد مجموع كل متسلسلة هندسية غير منتهية إن أمكن فيما يأتي. إن أمكن يعني مش كل المتسلسلات الهندسية أستطيع إيجادها. عندي المتسلسلة الهندسية الأولى 25 سالب 5 زائد 1 ناقص 1 على 5 وهكذا، هي غير منتهية. عندي الفرع الثاني 2% زائد 2 بالعشرة زائد 2 زائد 20 وهكذا. الفرع الثالث من 1 للإنفينيتي نص نون زائد واحد، هي كمان عندي ثلاث متسلسلات غير منتهية. الفرع الأول را يساوي، احنا بنعرف نجد الأساس سالب خمسة على 25 وتساوي سالب واحد على 5. مطلق سالب واحد على 5 هو أقل من واحد ويمكن إيجاد مجموعهما، إذا هيك أنا ما أقدر أجد مجموعها لأنه الأساس محصور. إذا يمكن إيجاد مجموعها لأنها مطلقها أقل من واحد. مباشرة المجموع يساوي ألف على واحد ناقص راء، اللي فيه هو العبارة عن الحد الأول 25
على 1 ناقص راء، راء قيمتها سالب 1 على 5، مباشرة بوحد مقامات، أو بعدين حوالي 25 ضرب مقلوب العدد اللي هو مقلوب الكسر 5 على 6، والجواب 125 على 6. استطعنا إيجاد مجموع. نجي على الفرع الثاني، راء تساوي 2 بالعشرة على 2 بالمئة وتساوي 10، 10 أكبر أو تساوي 1، لذا لا يمكن إيجاد مجموع هذه المتسلسلة، لا يمكن إيجاد مجموع هذه المتسلسلة. نجي للفرع الثالث، من نون تساوي 1 للما لا نهاية، نص نون زائد 1. إحنا نعرف كيف نفك، ما بلش من الرتبة الأولى ورتبة ثانية ثالثة وهكذا. نص قوة 1 زائد 1 2، نص قوة 2 ربع، نص قوة 2 زائد 1 3 وتساوي 1 على 8، نص قوة 3 زائد 1 4، وهكذا بنعوض. نجي راء تساوي راء الأساس بقسم، حد الثاني على الأول، 1 على 8 تقسيم 1 على 4 عندي نص، إذا الأساس نص، باخذ مطلق الأساس، مطلق الأساس أقل من 1. يمكن إيجاد مجموع متسلسلة؟ نعم، بناء على القاعدة يمكن إيجاد مجموع متسلسلة الهندسية الغير منتهية. مباشرة بطبق على القاعدة يا أدبي، جيم يساوي ألف على واحد ناقص راء وتساوي واحد على أربعة اللي هي الحد الأول على واحد ناقص الأساس اللي هو نص وتساوي عندي نص. التدريب الأول يا أدبي بيحكينا جد مجموع كل متسلسلة هندسية غير منتهية، 1 10 زائد 2 زائد 4 بالعشرة زائد 8 بالمئة وهكذا. الثانية هي عبارة عن سيجما من نون تساوي 1 للما لا نهاية 3 في نص قوة نون. ناخذ الفرع الأول، الفرع الأول عندي ألف يساوي 10، والفرع وراء عندي الأساس 2 بالعشرة. كيف عرفنا احنا؟ 2 على 10، 4 بالعشرة على 2، 8% على 4 بالعشرة حتى نطلع عندنا الأساس، وهي متسلسلة هندسية بكتفي بأول حدين. مباشرة بما انه مطلق عندي ال 2 بالعشرة محصور بين سالب 1 وال 1، نعم، مباشرة بطبق على القاعدة، عندي المجموع يساوي ألف على 1 ناقص راء، ألف عندي 10، 1 ناقص راء، 1 ناقص 2 بالعشرة 8 بالعشرة. وتساوي 100 على 8. الفرع الثاني سيجما من 1 للما النهاية بستطيع أفك، لما بفك نص قوة 1 نص، نص في 3، 1 على 3 على 2 وهي 1 ونص. الأساس بفك الحد الأول بستطيع فك الحد الثاني، الثاني على الأول بيعطيني راء تساوي نص، بما أنه نص هي محصورة بين الواحد والسالب 1، مباشرة بطبق ألف على 1 ناقص راء، ألف الحد الأول 1.5 ضرب اللي هي قسمة 1 ناقص راء اللي هي نص، بعدين بتتحول لضرب إذا قلبت أنا المقام عندي، وتساوي عندي الناتج 3. تعلمت أن كسر العشر الدوري 3 بالعشرة دوري تساوي، في بقدر أفكها أن استمرارية العدد 0، بستمر بكتابة الثلاث ولهكذا. وأنه يمكن كتابة على النحو الآتي، إن الثلاثة دوري هي عبارة عن 3 بالعشرة زائد 3 بالمئة زائد 3 بالألف وهكذا. هون متسلسلة، هون حولتها مالها لمتسلسلة، شو نوعها؟ هندسية، لكن مالها غير منتهية. إذا هو متسلسلة هندسية غير منتهية، حدها الأول 3 بالعشرة وأساسها 1%، ومجموعها بما انه الاساس بين الواحد والسالب 1، مباشره بقدر اطبق على القاعده، ج يساوي الف على 1 ناقص راء وتساوي 3 بالعشره على 1 ناقص 1 بالعشره وتساوي 3 بالعشره على 9 بالعشره وتساوي 1 على 3. اذا انا بستطيع اني احول من كسر عشر دوري الى كسر عادي باستخدام قاعده مين؟ اللي هي المتسلسلة الهندسية الغير منتهية. ناخذ مثال، اكتب الكسر العشري الدوري 35% دوري بصورة كسر عادي في أبسط صورة. الحل
الآن ال 35% دوري لما بدي أفكها عبارة عن 0.35 35 وهكذا. هي عبارة عن 35 على 100 زائد 35 على 10,000 زائد 35 على عندي قديش؟ على مليون وهكذا. لو ناخذ 35 على 100 من المشترك 1 زائد 1 على 100 زائد 1 على 10,000 وهكذا. عندي 1000 تساوي 1 ورا تساوي 1% الأساس جيم، بما إنه را محصور بين الواحد والسالب واحد بستطيع إيجاد المجموع. جيم تساوي 35 على 100 ومنها ألف على 1 ناقص را على ألف على 1 ناقص را. هيك الناتج شو راح يطلع عندي بس أعوض يا أدبي؟ راح يطلع عندي 35 على 99 المجموع بس أعوض قيمة ألف. ألف قيمتها كم عندي؟ ألف ألف قيمتها 1 ورا 1%، بس أعوضها بتطلع عندي 35 على 99. هيك بنكون أنهينا الدرس وهو آخر درس في الوحدة. بتمنى تتدربوا على تمارين ومسائل لحتى تزيدكم في حلها، ويعطيكم ألف عافية.